صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير على خير، ونتمنى تكون الشتي وصلتكم يا ربي تعطيها لنا على قد النفع. سليمان كيصاوب الدجاج. شتي اش قلت لك؟ راه خاصك شي حاجه باش تكون جالس هكاك تما مرتاح، ما تبقاش جالس الارض باش تصاوب لهم. عرفتي اش غنديروا بعدا؟ ابسط حل هو ديك الطبله. دابا غادي نزرعوا داكشي اللي عندنا كامل، وهذيك الطبله غادي نجيبها لك لهنايا. الدجاج باقيين قارقين؟ عطا وحده. علاش اخرى نات؟ مات الدجاج. ماتت البيض ديالها. كيفاش؟ فاش هنيته فوق من البيض. بصح مسكينه ماتت شهيده. ماتت شهيده مسكينه. الا بقات فيا شي وحده من دوك القدام. ياه، وزعما شكون بها؟ تكون مريضه؟ الله اعلم. ياه سليمان، الله الا بقات فيا مسكينه. كيخطفوا ويهربوا فهمتش؟ راه جلسوا تاكلوا كيزلعوا اكثر مما كياكلوا. راه قلت لك خصهم قواد سعرات شي شويه. سير 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 خارجه. والبيض ديالها اش درتي له؟ وزتو الاخرى. عطيتي الدجاجه اخرى؟ لا، هو سهل فيه الاخر. شحال دابا باش جالسين عليهم؟ شحال باش قارقين؟ 15 يوم. 15 يوم دابا اللي قارقين؟ وصلت 15 يوم بعدا؟ لا لا، ما كنظنش واش 15 يوم. انا ما كنسمعكش. صور. واش ماشي البرد؟ ما يكونش البرد؟ ها كضنش البرد؟ يا والله يستر. دابا شنو هني؟ راه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. يا ربي السلامه، انا راه ولا هادشي خلعني. هاد الشيء راه ولا خلعني. هاد الشيء راه ماشي هو داك. نبدا الخدمه بلا بيا. انا كنت كنصاوب شي حاجه في لاتولي كاع ما شفتو. صبر، مشي لبس حوايجي باش نجي نعاونك. على لبسه عجيبه. ارض ناشفه. ها ثقيله 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 بالماء. او يعني صعيبه باش تقعد. ها ما سمعتكش. يعني حيد الجذور غينوضوا. كيفاش الجذور غينوضوا؟ كيفاش فيها نحيدهم من التراب؟ زعما نقطعو بيتي وبغيت نحيد هادشي بعدا. لا غادي نوصلولي. لا ماشي راه نوصلولو في الخدمة. زعما انا صليت معايا انا. لا لا فهمتيش، لا زعما غادي نجمعو انا. انا ما كنقدرش نحني، راه ضرني ضهري بزاف. الله، دابا انا هاد النباتات خصني نرصي كل حاجه فين غنحطها في بلاصتها باش نخوي هاد البلاصه هادي.
هادو خلاص ما عادش نخليهم، هادو داك الصوباج ما صدقوش ما هما. هادي حتى هي صوباج، هادي صوباج. هذيك هذيك اللي قلت دابا راه غسلتي الجذر ديال هذيك الورده، راه باش نقيها من لي بلونط عاد نديرها كاع في بلاصه اخرى ماشي مشكل. ها راها شتي هذه مسكينه راه كلها هذا الربيع. يا هي 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 مسكينه شتي الربيع كي دار لهم دابا. هذا حتى هنا الربيع خاصو التحييد. هذا دابا هذا دابا فاز قلبت شويه على ما ترطب. هنايا راه ما تليتش درت ديك الورده، درت ازير. علاش؟ باش يكون قريب ما ردوش. عاد نجيبو عاوتاني الزعتر نزيدو حتى هو هنا. هنايا هادي كيما كتشوفوا الزريعه راه كنت درت جوج حبات كما كتشوفوا طلعوا هكا. صافا غادي نمشيو نقسمهم هكا هكا. شتو باش ندير وحده هنا في ديك البلاصه، وحده نديرها في بلاصه اخرى. دابا هادو غير كفافيات ماشي صباعيات. صباعي راه خارجين يطلع العالم الخارجي. كفافيات زعما ديال الكفوف ولا سميتو اكفاف سميتو كفوف كفو الاكفو الاكفو. والله الا وليت مكلخه ها نرفع اكف الدرائب. اي 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 كاع راه هذيك معروفه. يا هي 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 تكلخت سليمان مابقيتش كنقرا تنرجع نقرا. شحال هادي عاود ما شديت شي كتاب علاش الوقت نسالي بعدا هادشي وحنا يجيب الله الوقت فين نرتاح. بي سوا ديلتا يعني هو هذا هو هذا ديلتا هو هذا هذا غادي منا وغادي منا. On doit dire que delta est la médiatrice de AB. Ou le monde sait. Oui. Yani, hadak, hadak, zid. صافي طاحت الظلام، دخلنا غسلنا وكلينا وهنايا جينا جلسنا نرتاحو شي شويه. ريم كيقرا مع باباها كيرجع معاها الدروس ديالها. وبالنسبه لي انا كنشوف شي بلانات شنو غادي ندير، افكار اللي نستوحيهم من بنتريست، وكاين الافكار اللي كنشوفهم وكنديرهم لكم كيما هما. انا كنقول لكم الصراحه الحاجه اللي كتكون فكره ديالي راه كنبارطاجيها معكم، واللي ماشي فكره ديالي كنقول لكم جبتها من بنتريست. صافي هادشي اللي كاين، ونتلاقاو ان شاء الله غدا. راني في صدد واحد الفكره وتنتمنى انها تصدق ليا، وغادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. وطبعا غادي نكملوا الحفير وداكشي اللي يتزرع ويكمل ان شاء الله باش تولي عندنا الدنيا شويه نقيه، لان فاش طاحت الشتاء
كاين التكرفيس وكاين القطط كيجيبوا الوسخ في رجليهم للتيراس، ولكن معليش المهم كلشي ان شاء الله غادي يتقاد مع الوقت. هادشي اللي كاين، خليكم دابا ونتلاقاو ان شاء الله غدا بحول الله. تهلاو لي فراسكم، ودائما شكرا على اللايكات وعلى التعليقات الزوينين، واخا كاين فيهم اللي كيتهكم ما كنديوش عليهم. الناس اللي كيتهكموا نتمنى انهم يصلحوا شويه فمهم، حيت كلام زوين خير من كلام خايب. وبالنسبه للناس اللي متبعينا وعارفين شنو كان سوا وهذا، راهم كيشجعونا بزاف، كنقول لهم شكرا بزاف 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 ليكم على الكلام الطيب اللي كيجي من عندكم. الله يجازيكم بخير، وتهلاو لي فراسكم.